فريق مصري يفاجئ الوداد. تسعى إدارة فريق المصري البورسعيدي لكرة القدم لحل الأزمة الغرامة المالية بجانب أزمة مستحقات نادي الوداد الرياضي في صفقة كازادي كاسونغو، وذلك لتجنب وقف القيد ومنع الفريق من إبرام أي تعاقدات الصيف المقبل. وحسب موقع أهل مصر، فإن إدارة المصري برئاسة سمير حليبة تنسق حاليا مع محامي دولي لحل أزمة الغرامة المالية وأزمة الوداد الرياضي، وذلك في ظل تخوف الفريق من إيقاف القيد في الميركاتو الصيفي المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي الفريق المصري يأملون في حل الأزمة وديا مع الوداد برئاسة الناصري في الأيام القليلة المقبلة من أجل إلغاء العقوبة المالية. وكان النادي المصري قد تعاقد مع الدولي الكونغولي كازادي كاسونغو مهاجم الفريق الأحمر بعقد يمتد لأربع مواسم اعتبارا من الموسم 2020-2021 وحتى نهاية 2023-2024، حيث قام اللاعب بتوقيع تعاقده مع فريقه الجديد في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري بمبلغ يقدر ب 450 ألف دولار حسب ما أكدته مصادر إعلامية مصرية في وقت سابق. وضم فريق الوداد الرياضي لاعب كازادي كاسونغو من فريق شباب المحمدية في صفقة قوبلت بانتقاد كبير من الجماهير الودادية، خصوصا أن اللاعب لم يشارك مع المحمدية في مبارياته السابقة ونجح في الظهور بشكل مميز مع الفريق الأحمر قبل أن يتخلى عليه الأخير للفريق المصري.